بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ما يا الصبا من غصنك النظري، يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلا ثمنا عن سائر درري، قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى. فيا نجوم السماء من بعدهن تثري، حلو الشبيبة يا لهفي علي ذوى، حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى، من بعد إيناعه بالعز والظفر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لا يمكن جرى القدر الجاري على القدر، استصغرت سنه الأعداء حين دعا، استصغر سنه الأعداء حين دعا إلى البراز، فلاقت أعظم الخطر، فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بخد منه منعفر، إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري. يا ساعد الله قلب السبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين، في العمر مرملا
مذ رأته رملة صرخت. الله يساعد قلب الوالدة. مرملة مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري. تقل بناي تقضي على شاط الفرات ضمن والماء أشربه صفوا بلا كدري. يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى. شلون انساك وانسى ايامك الحلوة. اش هالبلوى مثلها ما جرت بلوى. يا ابني لعند الموز ما تذبني. تقل تذب البيك تسعة من الشهر شالت ونالت من ثجيل الحمل ما نالت. أمك جايبتك يمدلل وحالت. يا ابني لعند الموز ما تذبني. تقل ولا ميت ولا ميت أنا لنعاك عدلة ولا ميت. يا يما جهاز يا يما جهاز العرس بعدك ولا ميت ولا ميت. عزمت حبايبك من كل ثنية يا عزمت حبايبك من كي يا الثنية يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال: أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها ومجتني الثمرة في غير وقت إيناعها كالزارع في غير أرضه. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى لا سيما المرضى المنظورين ومن ابتلي بهذا الوباء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفعه عنا وعن جميع المؤمنين، ولتعجيل الفرج ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قانون اجتماعي مهم في حياة الإنسان العملية يشير له الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث. هذا القانون أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بأي مشروع، أن يقوم بأي عمل، بأي فعل، لابد وأن يسبق ذلك العمل أو ذلك الفعل دراسة للأجواء، دراسة للأوضاع، دراسة للأرضية، يشوف الأرضية مناسبة، الزمان مناسب، الطريقة مناسبة حتى يقدم أو لا الأمور ما مهيئة فيحجم. وبالتالي إذا كانت الأرضية مهيئة يقول الإمام سلام الله عليه أفلح من نهض بجناح، وإلا
راح تكون عواقب وخيمة. وكلما اشتد ذلك الأمر عظمة كل ما تكون العاقبة شنو؟ أشد. وبالتالي لابد الدراسة تكون دراسة أدق وأعمق، وإلا يقول أو استسلم فأراح. بعض الأحيان الإنسان صاحب حق، ولكن إذا يخرج مطالبا بحقه لا أقل، جملة من الناس راح يعتبروه ظالم، مع أنه شنو بالواقع هو مظلوم، ولكن باعتبار الرؤية ما مكتملة عند الآخرين. كثير من القضايا الإنسان يعلم بيها ويدري، ولكن القضية مو قضية أن الإنسان يكون صاحب حق، لا، القضية تحتاج إلى أنصار، تحتاج إلى أعوان، تحتاج إلى أرضية، تحتاج إلى ظروف، تحتاج إلى كل هذه الأمور. القضية مو قضية حق، وإلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو صاحب الحق، وهو صاحب الأمر، وهو الإمام المنصوب من قبل رسول الله بأمر من الله سبحانه وتعالى أن يكون خليفة بعد رسول الله، الحق معه. ولكن القضية ما تقف عند شنو؟ عند الحق، كن شنو؟ كن أكو أنصار. لذا النبي صلى الله عليه وآله يخبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له إن قريشاً ستجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك، فإن وجدت أنصارا فجاهدهم، وإن لم تجد أنصارا يعني فاغمد سيفك واحقن دمك، فإن الشهادة من ورائك لعن الله قاتلك. أمير المؤمنين هو صاحب الحق، مع هذا النبي صلى الله عليه وآله يقول له إن وجدت أنصارا، هذا اللي أفلح من نهض بجناح. وإلا لو خرج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والحال هذه، العواقب ما راح تكون على الإمام أو على شخص الإمام بأبيه هو وأمي، لا، العاقبة راح تكون على الدين. ولذا لما استنهضته الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها يسمع صوت الأذان، هذا إذا أطلع يبقى الأذان لو لا. ولذا كان مأمورا بأبي هو وأمي بالصبر، لأن القضية مو واضحة عند الناس، راح يصيروا نزاع على السلطة وينتهي، بالتالي الدين راح يضيع. أمير المؤمنين صاحب مشروع ليظهره على الدين كله. من يقف في قبال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عند مبدأ لا هم الوحيد أن يصل إلى السلطة بأي طريقة كانت، وهذا اللي صرح به هو معاوية نفسه بعد صلحه مع الإمام الحسن سلام الله عليه، لما خطب في النخيلة قالهم الأهل الكوفة ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. هذا غايته، هذه بقي الدين محي الدين مو مهم، المهم شنو؟ يوصل إلى السلطة، يوصل إلى الحكم. وهذا أشرنا إلى كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا بأس نعيده. الإمام سلام الله عليه يقول وما معاوية بأدهى مني، ولكن معاوية شبي يغدر ويفجر، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. شعار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ينطلقون من شعار مبادئ يجب أن تحفظ، أما شنو الطريقة اللي تحفظ بها هذه المبادئ؟
هذه بعد تختلف باختلاف الظروف، تختلف باختلاف الزماني والمكاني وكل الظروف المحيطة. حفظ هذه المبادئ تارة يتوقف على أن يشهر الإمام سيفه ويقاتل، وبعض الأحيان لا، حفظ المبادئ يتوقف على أن الإمام شنو؟ الإمام يسكت، الإمام يصبر، الإمام يهادن، الإمام يصالح. أهل البيت سلام الله عليهم كلهم من نور واحد، كلهم نور من نور خاتم الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد. ولكن هذه اختلاف الأدوار تبعا للظروف. لو كان الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه مكان الحسين عليه السلام لقاتل، ولو كان الإمام الحسين مكان الإمام الحسن لصالح. مو القضية قضية شخصية، والله البعض يتصور هالشكل أنه الإمام الحسن طبعه مسالم، الإمام الحسين لا ثائر، هذا ظلم أيها الأحبة لأئمتنا سلام الله عليهم. هذه الذوات الطاهرة، الظروف هي اللي تختلف وتتغير من زمان، لعله المعصوم الواحد تشوفه في فترة إلى موقف، في فترة أخرى يختلف موقفه. النبي صلى الله عليه وآله قاتل في بعض المعارك حتى النفس الأخير، قاتل حتى كسرت رباعيته صلى الله عليه وآله، ولكن نفس رسول الله تشوفه في قضية الحديبية شنو؟ يصالح. وكان يقول في الصلح مصلحة للإسلام. شيء بالشيء يذكر، يقول لما كتبت بنود الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وآله والمشركين، وكتبوا الكتاب وأرسلوه إلى سهل أو سهيل اللي يمثل جانب المشركين، فكتب في ذلك الكتاب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. لما يصل الكتاب إلى الطرف الآخر يقول للرسول ارجع بالكتاب إلى محمد فليرفع لقب الرسالة. احنا لو كنا نعتقد به رسول الله ما طلعنا لقتاله. يرجع الرسول يلتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام أمير المؤمنين، قال يا علي امحها. أمير المؤمنين يصعب عليه أن يمحي لقب الرسالة. النبي يقول لا امحها وستبتلى بمثلها. وإذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله الدهر آخره شبه بأوله، ناس كناس وأيام كأيام. وإذا بقضية التحكيم في قضية الصفين بين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين معاوية، اللي بعدين انتهى الأمر بالإمام سلام الله عليه لما قضية رفع المصاحف وكذا، انتهى الأمر بالإمام أن يصالح، فكتب أمير المؤمنين هذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين، وأرسل الكتاب إلى معاوية. معاوية يقول للرسول ارجع بالكتاب إلى علي فليرفع لقب إمرة المؤمنين. لو كنا نعتقد أنه أمير المؤمنين ما خرجنا لقتاله. لما وصل الرسول قال صدق حبيبي رسول الله، وقص على من كان حاضرا تلك القصة. فإذا النبي صلى الله عليه وآله قاتل في فترة وصالح في أخرى، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قاتل في فترة وصالح في أخرى، الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه له أسوة بجده رسول الله صلى الله عليه وآله وأبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه،
أيضا قاتل في فترة وصالح في أخرى. الإمام الحسن كان يقاتل مع أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وحتى في أيام خلافته في بادئ الأمر الإمام خرج للقتال، خرج ومعه 20,000 مقاتل، خرج من الكوفة إلى المدائن إلى منبع، وكان معاوية قد أرسل جيشا تعداده 70,000. في اليوم الأول لما اقترب جيش الإمام سلام الله عليه من جيش الشام، في اليوم الأول أرسل الإمام 4,000 مقاتل عليهم رجل من كند، وصلوا إلى جانب معاوية أغراهم بالمال، صبح الصباح الجماعة ضيوف عند معاوية. في اليوم الثاني يرسل 4,000 أخرى عليها رجل من مراد، والنتيجة ذاتها. في اليوم الثالث أرسل ابن عمه عبيد الله بن العباس على 2,000 مقاتل، والنتيجة ذاتها. لاحظ نصف جيش الإمام 10,000 مقاتل تحول إلى جيش معاوية، هم 70,000 صاروا 80,000، وبقى جيش الإمام 10,000. فماكو تكافؤ بالعدة والعدد. الأمر الأهم، ستقول لي مو الحسين عليه السلام قاتل ب70، الفارق هنا أن الظروف ما كانت مناسبة. الناس كانت تنظر إلى الإمام الحسن عليه السلام زعيم ديني، وإلى معاوية زعيم ديني، يعتقدون بأنه خليفة لرسول الله. فإذا وقعت المعركة وراح تنتهي بمقتل الإمام الحسن عليه السلام، وهذه النتيجة طبيعية لعدم التكافؤ بين الجيشين، ومعاوية عنده من الخداع وعنده ماكينة إعلامية تستطيع أن تغير الحقائق، يقدر يصادر القضية ويسويها نزاع على سلطة، بالتالي كما حاولوا مع الإمام الحسين عليه السلام أن يجعلوه خارجي. معاوية عنده قدرة أنه أقنع أهل الشام أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يصلي. لما وصل خبر شهادة أمير المؤمنين إلى الشام، قيل وأين قتل علي؟ قالوا في المسجد. وأين في المسجد؟ في المحراب في أثناء الصلاة. قالوا عجيب، ليش علي بن أبي طالب يصلي؟ لهذه الدرجة قدر يضحك على عقولهم. فإذا الظروف ما كانت مهيئة، وبالتالي راح يقضى على الدين. اللي يمثل الدين في ذلك الوقت هو الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام ومن معهم، فإذا قضي عليهم قضي على الدين. فالإمام سلام الله عليه بحركة ذكية قدر يسحب البساط من تحت معاوية. ما كان يتحقق النصر الذي حققه أبو عبد الله الحسين عليه السلام لولا صلح الإمام الحسن. هذه الفترة اللي هي قرابة 20 سنة بين صلح الإمام الحسن وبين كربلاء، هذه كانت الفترة كفيلة بأن تعري الطرف الآخر، تبين للناس حقيقة ذلك الطرف وتلك الجهة. هؤلاء أناس لا يقيمون للعهود للمواثيق للدين أي وزن، مستعدين يقومون بكل شيء، انتهاك أعراض، سفك دماء، استباحة مدن بأكملها من أجل الوصول على السلطة، ولا يردعهم عن ذلك أي رادع. بس هذا في زمان الإمام الحسن، من تجي تحكي ويا الناس ما يصدقون. يحتاج شنو؟ تمر فترة من الزمن، بما لهذه الفترة من صعوبة، من محن، من صبر، حتى تنكشف القضية للناس. وإحنا ما نحتاجها من نروح نقيم أدلة وبراهين على تلك الحوادث، لا، ما عاصرناه في زماننا الحاضر
وشفنا مواقف المرجعية الدينية في النجف، وكيف أنها كانت تتمتع بصبر منقطع النظير. إحنا واحدنا قد في بعض الأحيان يغلي، ولكن نشوف المرجعية كأنما خالة شنو أعصابها قالب ثلج، فتنة، أريق الدماء، قتل على الهوية، كل ذلك كانت المرجعية تهدئ من الأوضاع، تهدئ من الأوضاع. البعض كان اللي في قلبه شيء يحاول ينال من المرجعية، ولكن شنو خفيت عليه حكمة السكوت، كما خفي على من كان مع الإمام الحسن عليه السلام حكمة الصلح. ولذا كان بأبي هو وأمي لما يسأل عن الصلح يقول لتعلمن نبأه بعد حين. بس هذا سوى بالإمام الحسن عليه السلام. إذا كان الحسين عليه السلام قد عانى من تلك السهام التي وقعت عليه يوم العاشر من المحرم، فالإمام المجتبى كان يعاني من سهام الصلح الذي يدخل عليه الداخل يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين. إمام معصوم، النبي صلى الله عليه وآله يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، قاما بالأمر أو قعدا، قاما بالقتال أو قعدا عن القتال. إمام، ما من حق أي واحد يسجل اعتراض أبدا، لا، يكون منصاع، لأنه هذا معصوم يمثل السماء امتداد لرسول الله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان الإمام الحسن عليه السلام يقول علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله لبني النضير، أولئك كفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل. فالقضية مو قضية شجاعة وقضية قوة شخصية وقضية، لا لا، قضية ظروف. وإذا شوف الإمام سلام الله عليه شلون سحب البساط من تحت أقدام معاوية، الذي يطلع بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام وبعد توقيع هذه البنود يقف على مسافة قريبة من الكوفة في النخيلة يقولهم ألا وأن كل ما أعطيته للحسن تحت قدمي هذه لا أفي به. هذه اللبنة الأولى، الخطوة الأولى لانتصار الحسين عليه السلام. ولذا النصر الذي حققه أبو عبد الله الحسين عليه السلام شنو كان؟ كان عبارة عن فصل الدين عن القيادة الغير المعصومة. قال للناس بطريقة عملية، بتضحية بجسده الطاهر، بتضحية بأبنائه، بكل ما قدمه الحسين عليه السلام حتى يوصل رسالة أن هؤلاء ما يمثلون الدين. هذا خليفة حاكم، نعم، يسلط على رقاب المسلمين بالقوة، نعم، يمثل الدين أبدا. واليومك هذا إخواني آبائي لا يمثل الدين إلا محمد وآل محمد. ما من حق أي واحد يدعي أنه شنو يمثل الدين. الدين يتجسد بأشخاصهم صلوات الله وسلامه عليهم، أما غيرهم نعم يكون واسطة يربط الناس بهم، يكون يوصل معلومتهم إلى الناس. هذه وظيفة الحوزة، المراجع، العلماء، رجال الدين، العصمة لأهلها، أصحاب الدين هم سلام الله عليهم. فالنصر الذي حققه الحسين ببركة صلح الإمام الحسن عليه السلام. صحيح الإمام المجتبى ما كان حاضر مع أخيه الحسين في كربلاء،
لم يكن حاضرا بشخصه بأبي هو وأمي، ولكن الإمام الحسن كان حاضرا بثمرة فؤاده، كان حاضرا بقطعة من جسده، كان حاضرا بولده ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم، القاسم ابن الإمام الحسن، اللي لما لم يبق مع الحسين أحد من أهل بيته من أنصاره من أصحابه، وقف أبو علي وسط الميدان يلتفت يمينا شمالا لا يجد لا ناصر لا معين، أخذ بأبي هو وأمي ينادي وغربتا وقلة ناصرا، يخرج القاسم لبيك عم أبا عبد الله، التفت الحسين إلى صغر سن الغلام أرخى لعينيه الدموع، اعتنقه قال له بني أنت البقية من أخي الحسن ارجع، صار يقبل يدي الإمام يقبل قدمي الإمام حتى يأذن له، لم يأذن له الحسين، رجع إلى المخيم منكسر، جلس في زاوية من زوايا الخيمة واضعا رأسه بين ركبته، أخذ يبكي ينشج نشيجا عاليا. هنا تذكر أن الإمام الحسن عليه السلام أعطاه رقعة، قال له إذا ضاقت بك الدنيا افتح هذه الرقعة، أخرجها وإذا بها مكتوب بخط الإمام الحسن: بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. ذهب هذا الغلام مستبشر إلى الميدان: عم أبا عبد الله هذه وصية أبي الحسن. نظر الحسين وإذا به يرى خط أخيه الحسن، اعتنق مع ولده القاسم حتى سقط مغشيا عليهما، ثم أذن له الإمام بالبراز، ولكن قبل أن يبرز قال له: بني اذهب إلى الخيمة ودع أمك ودع خواتك ودع العلويات آجركم الله. دخل القاسم إلى الخيمة أحضن به النساء من كل جانب، هذه تشمه تلك تقبله، وللزمة ترشاب سكينة وعمت ابن حرة تشم، ومن الخيم مذعورة طلعت تنادي أم: يا ابني يا جاسم هالوكت حالك العمك ضم، تقل لليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني. شي جاوب القاسم: هز الرمح وتشنى يا والدة دعيلي، رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي لي، والله عمي وحيد بكربلة والمن أضم الحالي. وطلع القاسم من الخيمة، أمه رملة كانت تودعه ونظاراتها تنتقل معه، إلى أن يلتفت القاسم عند وصية الأمها. اسمع اسمع وصية القاسم، يقولها: أوصيك يما وصية تسمعين لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله تذكر شبابي، أنا محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي يا يما، آجركم الله. فهب عريس بني هاشم قال: أجل أجلت عرسي أو أقضي على الظالمين. أذن له الحسين، نزل إلى الميدان يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين
أناس لا سقوا صوب المزن. آجركم الله أخذ يقاتل قتال الأبطال بينه ويقاتل، وإذا بشسع نعله اليسرى قد انقطع. أنف ابن النبي المصطفى أن يحتفي وسط الميدان. آجركم الله انحنى عليه ليصلح، وإذا باللعين الأزدي قال علي آثام العرب إن لم أثكل به أمه وعمه. قالوا له أو ما يكفيك الذين احتوشوه من كل جانب؟ قال والله لأفعلان. آجركم الله بين القاسم منحني، وإذا باللعين قد رفع سيفا وضرب القاسم على هامته حتى سقط إلى الأرض وهو يقول عليك مني السلام عم أبا عبد الله. أدركني يا عماه. جاءه الحسين: بني قاسم، عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك. بكى وناداه: يا جاسم ايش بيدي، يا ريت السيف قبلك حاز وريدي. هاني لكم تخلوني وحيدي وعلى خيامي يا عمي لكم تفتر. آجركم الله بين الحسين عند القاسم، وإذا بالقاسم وين الشباب؟ حق الشباب على الشباب. وإذا بالقاسم قد فارقت روحه الدنيا، أي صح ونادي وقاسما، أيوا سيدا ومظلوما. الحسين عليه السلام حمل القاسم إلى المخيم، حمله. يقول أرباب المقاتل: كانت رجلاء القاسم تخط في الأرض. هل كان ذلك لطول في القاسم؟ لا لا، ولكن الحسين كان محني الظهر والجابة ومدد ما بين خوت. اقرا اليوم انت هم اريدك تصير خطيب. جاب ومدد ما بتشعدهم يا ولي وهم موت. ولي بس ما يسمع عن النسوان صوته، اجت رملة الصيح الله اكبر، اجت رملة الصيح الله يا هو يا اكبر. الحسين جاء بالقاسم وضعه في مخيم الشهداء، مدده إلى جنب ولده علي الأكبر، جلس بينهما، تارة ينظر إلى ولده علي أخرى ينظر إلى القاسم، يقلهم يا شبان بالله لا تونون، لا تونون تقطعون قلبي من تلوجون. أنا شبان مثل الوريد يزهون، وسافع على الغبر ينامون، أي وسافع على الغبر يا 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 يا
الشباب، ومناسب أن نذكر شهدائنا الشباب اللي رحلوها. والله ربيتهم لما ندنا الخير فروا من يدي فرت الطير. أنا هيهات الملاقى بعد هيهات، يعود الغايب وهم يرجع المات. أنا ظليت بس أجذب الحسرات، يا هل نفراكم طر القلب طار. هالموقف، وأسألكم الدعاء، الحسين عند الشهداء، عند علي الأكبر، عند القاسم هناك، وإذا بزينب قد دخلت الخيمة. قالت: أبا عبد الله، هلا خرجت من الخيمة قليلا؟ لماذا يا نور عيني؟ قالت: هذه رمل أم القاسم. الله يساعد الأمهات الفاقدات لأولادها، تريد أن تودع ولدها. دخلت نظرت إليه وإذا به مقطع بالسيوف يربى الأربى. تقل: يا ابني الدوم يلهج باسمك لساني، يا ابني الماء نسيتك ليش تنساني. هنا يا ماي العين والدلال، ما هو فقد الولد للوالد شتال. تقل له: يا ابني ردتك نعشي على متونك تشيل. هذا أمل كل والدها: أنا ردتك نعشي على متونك تشيل، وتراب اللحيد بيدك تهيل. أنا ردتك ما يرد الدنيا ولا مال. ردتك ما يرد الدنيا ولا مال، تحضرني لو وقع حملي ولا مال. تحضرني لو وقع حملي ولا مال. أنا وقت الضيج ليش قطعي تبي يا بنية أقضي على شاطئ الفرات ضمن.